السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب المرحلة الخامسة، اليوم سوف نبدأ بمادة الـ Therapeutic Drug Monitoring أو المناظرة الدوائية. الـ Therapeutic Drug Monitoring أو المناظرة الدوائية هي عملية قياس تركيز الدواء في جسم الإنسان في أوقات معينة لغرض الحصول على مستوى ثابت للدواء في الدم لتحسين الجرعة الدوائية لكل مريض وضمان وصول الدواء إلى المستوى الفعال في الدم وضمان عدم وصوله إلى الحد السام أو التوكسيك ليفل. كما ترون في هذا الجراف أو الشكل أنه الدواء بعد إعطائه أكثر من مرة، هذا طبعا إعطاء أورال دوز أورال مولتيبل دوزز واحدة وراء الأخرى، أنه التركيز راح يعلى شوية شوية إلى أن يصل إلى الستيدي ستيت. بالستيدي ستيت راح نشوفه راح يبدي عندنا الفعل للدواء. احنا نريد ان الدواء مالتنا يبقى دائما خلال هذا الستيدي ستيت ما يعبر الى التوكسيك رينج. لذلك التي دي ام هي عملية تفصيل نظام دوائي خاص لكل مريض يضمن مستوى الدواء في الدم او البلازما ضمن المدى الفعال للدواء او ما يعرف به الثيرابيوتيك ويندو. المناظرة الدوائية كاختصاص صيدلاني سريري لا يعني فقط قياس تركيز الدواء في الجسم وإنما تفسير هذا التركيز أو عملية القياس. فمثلا هناك أشخاص معينين يتم إعطائهم نفس الجرعة الطبيعية من الدواء ولكن لا نحصل على أي استجابة أو يحصل تسمم من نفس الجرعة. أيضا لذلك الهدف الرئيسي من عملية المناظرة الدوائية هو تفصيل نظام أو جرعات دوائية مخصوصة لكل مريض للحصول على أحسن فعالية، وتتم هذه العملية بتطبيق العلوم الصيدلانية وحرائق الأدوية الفارماكوكينيتيك والفارماكوديناميك للوصول إلى الفعالية والسلامة للمريض. النظرية السائدة أنه معظم الأدوية هناك علاقة قوية خطية بين الجرعة المعطاة من الدواء ومستوى الدواء في الدم والتأثير السريري للدواء، ولكن هناك بعض الأدوية المهمة التي تشذ عن هذه القاعدة، وهناك أيضا اختلاف في عملية أيض الدواء من شخص إلى آخر. فمثلا هناك أشخاص يسمون Rapid Acetylator وأشخاص يسمون Slow Acetylator، بمعنى أن هناك بعض الأشخاص يحتاجون إلى جرعة قليلة جدا من الدواء عكس آخرين الذين يحتاجون إلى جرعة عالية لتحقيق نفس الفعالية الدوائية. وكذلك يوجد أدوية من الصعب التفريق بين الجرعة الفعالة والجرعة السامة، هذول نسميهم بالـ Low Therapeutic Index Drug. هذه المجموعة هي أهم المجاميع الدوائية التي تحتاج إلى عملية المناظرة الدوائية أو TDM. من هذا الكلام نستنتج أنه TDM فقط للأدوية معينة وليس لجميع الأدوية. قلنا الأدوية التي تحتاج هي نسميها Low Therapeutic Index. من أمثلة عليها هي موسعات القصبات البرونكودايليترز مثل الثيافيلين، بعض الأنتيبيوتكس مو كلها مثل الأمينوغلايكوسايدز والفانكومايسين، بعض الأميون سبريسنت مثل السايكلوسبورين، أنتي كانسر مثل الميثوتريكسيت، معظم إذا ما قلنا كل الأنتي إبليبتكس مثل الفينوباربيتال، الفينيتوين، كارومازابين والفالبروبيت، الكاردياك دراكس خاصة الأنتي أريثميكس مثل الديجوكسين، بروفينامايد، اللايدوكين والسايكو أكتيف دراكس مثل الليثيوم والتي سي اي. ما هي دواعي التي دي ام أو لماذا نستخدم التي دي ام أو الانديكيشنز أوف تي دي ام؟ أول شيء هو الأدوية الذي يكون فيه العلاقة بين الجرعة المعطاة والتركيز في الدم أو البلازما غير متوقع أو لا يمكن التنبؤ به، أي بمعنى أنه لا يمكننا إعطاء المريض الجرعة القياسية وذلك لعدم إمكانية التنبؤ بالتركيز المتحقق في الدم مما يكون أقل أو أعلى من التركيز المطلوب. وهذه الحالة نشوفها عادة بالفينيتوين، أي زيادة ما ممكن نتنبأ باللي راح يحصل بعدها. الانديكيشن الثاني هو الأدوية ذات النارو ثيرابيوتيك اندكس أو نسميها ذات الطيف الفعال الضيق. في هذه الأدوية يجب تطبيق الـ TDM لضمان الوصول إلى المدى الفعال وعدم العبور إلى المستوى السام أو المميت. مثال على ذلك بعض أدوية التخدير،
حيث نعطي الجرعه. احنا نريد نكون بالانستاتيك دوز اللي هو راح يبدي بالسيديشن، وما نريد نوصل الى الريسبيرتوري اريست او نصل الى حاله الغيبوبه للمريض. الانديكيشن الثالث هي الادويه التي لها منحنى الاستجابه للجرعه حاد جدا، اي زياده طفيفه في الجرعه تؤدي الى ارتفاع عالي جدا في مستوى الدم او حتى تاثير سمي. الانديكيشن الرابع هو لمعرفه المدى التزام المريض بالجرعه الدوائيه الموصات، فمثلا ادويه الصرع او ادويه السل الرئوي، ادويه المرض العوز المناعي او التهاب الكبد الفيروسي، نحتاج المريض مالتنا انه ياخذ هذه الادويه مده طويله جدا ممكن تصل الى سنوات. المريض مالتنا ممكن ما يلتزم، لذلك عند فحص التي دي ام راح نشوف هل هذا المريض مالتنا كان ملتزم بالدواء او لا. الانديكيشن الخامس هو انه بعض الادويه التي من الصعوبه التمييز بين الاثار الجانبيه للجرعه الدوائيه من التاثير السمي، فمثلا عندنا الديجوكسين نشوف انه يسوي لنا النوزيا فوميتنج في حاله التوكسيسيتي او حاله الكونجستيف هارت فيلر، وكذلك نستخدمها في تشخيص بعض الحالات التسمم يعني عند المرضى او عند المتوفيين في الطب الجنائي. كذلك الانديكيشن السابع هو في حاله المرضى الرينال ديزيز اند ستيج، يكون فعاليه الكلى بازاله الدواء او طرح الدواء اقل من الحد الطبيعي، ولذلك راح يرتفع مستوى الدواء في الجسم. مثلا ايضا في حاله الهيباتيك فيلير ايض دواء الميتابوليزم مال الدواء وتحويله من اكتف الى انكتف راح تقل، لذلك مستوى الدواء في الدم راح يرتفع. والحالة الأخيرة هي في حالة التداخلات الدوائية التي تغير تركيز الدواء، إذا استخدمنا مثلا الدواء مالتنا كان drug inducer أو drug inhibitor راح يتداخل أدنى الدواء، لذلك نحتاج إلى نسوي therapeutic drug. therapeutic drug monitoring مثل ما قلنا مو لجميع الأدوية، وإنما هناك أدوية نحتاج نسوي لها وأدوية ما نحتاج. الأدوية اللي ما نحتاج نسوي لها هي الأدوية رقم واحد، الأدوية التي تستخدم في علاج حالات مرضية من الممكن قياس فعاليتها بسهولة، مثل معظم أدوية ضغط الدم. الأنتي هايبرتنسيف ممكن أنه قيس فعالية الدواء عن طريق قياس البلد بريشر، كذلك الهارت ريت، الكارديك ريثم، البلد شوغر مثلا، الانتي هايبر كوليستيروليميا، الادويه المضاده للليبيدز، نعمل ليبيد بروفايل وهذا يعني كلش كافي. او ثانيا الادويه التي لها طيف فعاليه واسع. ثالثا الادويه التي تمتلك حركيه دوائيه بسيطه خطيه غير معقده، يعني راح نتنبأ اذا زيدنا جرعه راح نتنبأ بالفعل ممكن يصير. وأدنى أخيرا الـ hit and run drugs، يعني الأدوية اللي ممكن نستخدمها لفترات قصيرة، مثل مرة واحدة مثل أو مرتين أو مدة قصيرة، ما سوينا خلينا نقول toxic effect على المدى الـ clinical importance أو الـ significance للـ TDM هو زيادة الفعالية، الابتعاد أو منع التسمم الدوائي، و تشخيص الفشل الدوائي المسبب في فشل مثلا هو قلة التزام المريض، عدم أخذ الجرعة، قلة الجرعة أو زيادة الجرعة، تسهيل تغيير الجرعة بشكل حساب دقيق ودون المجازفة بحياة المريض، تسهيل الوصول إلى الجرعة المثلى من الدواء، وتشخيص التسمم أو الإدمان على الدواء. شكرا لحسن إصغائكم وحماكم الله من جميع الأمراض. شكرا.